فبنطلع على سيستم. هلا هون عشان احنا بنحكي انستابل وستيت كنترولبل مش راح نحط حتى سي، حاطين احنا سي هون. السؤال السؤال مش محطوط حتى في سي، يعني مركزين احنا على هذا الجزء منه. هاي A بيطلع منها اكس اوف تي كفيكتور، او عفوا هذا واحد على اس من هون، وبدخل من هون اكس دوت ليش معي محل، بس هذه هون بي. تلاحظوا هون انا ما رسمت بقيته ولا راح اطلع على بقيته، لانه الاشياء اللي بحكي عنها هي انستابل بفحصه من ايه، كنترولبل فول ستيت كنترولبل بفحصه من ايه وبي. تمام، بدنا نطلع الايجن فاليوز تبعت هذا السيستم. طيب اذا خلينا اول شيء اكتب السيستم شو هو. السيستم هو السكند اوردر سيستم، ايه بتساوي 1 1 2 ناقص 1، بي بتساوي 0 1. فعندي هون راح نطلع اول شيء خلينا نفحص الكومبليت ستيت كنترولابيلتي. فراح افحص الكومبليت ستيت كنترولابيلتي، راح اطلع ام مباشره، وام بتساوي 0 1 1 ناقص 1. الديترمنت تبعت ام لا تساوي 0، مش هيك؟ تطلع الديترمنت ناقص 1 تساوي ناقص 1 ولا تساوي 0. اذا السيستم هذا فولي ستيت كنترولبل. لاحظوا لو بي كانت 0 0 مباشره ايش بقدر اقول؟ مباشره، لانه بي وين بدها تنحط؟ بدها تنحط هون مش هيك؟ وراح تكون 0 0، فمباشره واضح انه الديترمنت 0 0. اوكي؟ واصلا معناها انه ما فيش اي كونكشن ما بين الانبوتس والستيتس لما تكون هاي 0 0. اوكي؟ ايوه تفضل. ممكن يعني يكون انستابل، بس عمل انستابل ممكن يصير اي كنترولبل صح؟ لانه انت الام هي عباره عن بي في ايه. اوكي؟ تغير اللي عندك هون بصير. انت دير بالك انه بي ما بتاثر على الايجن فاليو صح؟ ماشي، حاجه دي بتغير مثلا بدك تعمله ستيبل صح؟ بدي اعمله ستيبلايزر. بتغير بايه يعني؟ صح؟ تمام، كيف بغير ايه؟ انا شو قصه الاي؟ بس لانه ممكن يصير انا كنت مش راح يعني غير اغير كنترول، مش راح تقدر تتحكم فيه. اذا تغير الام هي عباره عن بي. تمام okay. اوكي، فانت بتسوي كنترولبل. بصير اعمل تشيك اذا كان كنترول. انا لما بعمل عليه كنترول راح احوله يصير ستيبل. فايه الجديده؟ ما بنعرف شو هي لسه ايه الجديده، في ايه جديده راح تصير. اوكي okay؟ يعني احنا لما كنا نعمل الروت لوكس، معلش احنا خرجنا عن موضوع السؤال بس خلينا نجاوب. لما كنا نعمل الروت لوكس شو كنا نعمل؟ كنا نبدا بايش؟ خلينا ناخذ سكند اوردر سيستم. هذا السيستم، هذول ايش البولز؟ ايش سميناهم؟ لا بديت بالسيستم زي ما هو هلا. هذول الاوبن لوب بولز مش هيك؟ تبعت السيستم، اوبن لوب بولز. اجيت حطيت عليه كنترول وحركته وضليت اضبط بكي لحد ما صاروا هذول الاثنين هون. انا شو غيرت بالسيستم؟ مش غيرت البولز تبعته؟ ففي اي جديده صارت. تمام، هلا لما تصير الاي جديده بصير انا حولته لستيبل سيستم، بس ضل كنترولبل. هو كنترولبل فراح تغير احنا ايه هلا. كيف بنغير ايه الجديده؟ كيف كنا نعمل كيف كنتوا تعملوا بالكلاسيكال كنترول؟ شو كنتوا تعملوا حتى تغيروا البولز؟ غير كي اللي هي الفيدباك، نيجاتيف فيدباك. في كمان شيء اسمه كي راح نعمله هون، راح نغير ايه، راح يطلع عندي ايه جديده. واذا فحصت الايجن فاليوز تبعت الايه الجديده راح الاقي انه صار السيستم ستيبل. كيف اني اغير الكي هذا بنشوفه بعدين. اوكي، لكن هلا وضعه الحالي حاليا ايه الايجن فاليوز. هلا لما نطلع الايجن فاليوز تبعت ايه، اول شيء احنا وجدنا هون انه السيستم فول ستيت كنترولر. هلا بدنا نفحص الايجن فاليوز، فبناخذ عندي انا ناخذها، خلينا نبدا من المعادله من هون. فعندي هلا يو اوف اس اكس اوف اس على يو اوف اس بتساوي اس اي ماينس اي ماينس 1 في بي. واضح هاي من وين اجت؟ من اي معادله اخذناها؟ عملناها مش هيك؟ عملناها في المحاضره. ناخذ المعادله الاصليه اللي هي كانت عندي اكس دوت بتساوي اي اكس بلس بي يو. هون اذا حطينا اس بتصير عندي اس اكس اوف اس بتساوي اي اكس اوف اس زائد بي يو اوف اس.
مظبوط. بقدر انقل هلا هاي للجهه الثانيه، بتصير عندي هون اس اكس اوف اس ماينس اي اكس اوف اس بتساوي بي يو اوف اس. شيك بقدر اطلع اكس اوف اس برا، بتصير عندي هلا هون اس اي ماينس اي اكس اوف اس بتساوي بي يو اوف اس. هاي طبعا تريكس حتى انقلها على الجهه الثانيه، بتصير عندي اكس اوف اس بتساوي اس اي ماينس اي انفرس بي يو اوف اس. فصار عندي علاقه الان بين مين ومين؟ بين اكس اوف اس ويو اوف اس، سنجل انبوت وهون سنجل اوتبوت كانه هون. فعندي هاي هلا اذا بنطلعها بناخذ اس اي ماينس اي، حتى اساويها بزيرو واطلع، فبصير عندي هلا لامدا اي ماينس اي ديترمنت بدها تساوي زيرو، رح تعطيني الايجن فالوز اللي موجوده هون. او خلينا اول شيء نحط اس اي ماينس اي وتساوي، المفروض تطلع معي اس ماينس 1، وبعدين عندي هون ماينس 1 اللي كانت 1 هناك، والتنين اللي كانت هناك صارت ماينس 2، وهاي بتصير اس بلس 1. هلا بدنا ناخذ اس اي ماينس اي تو ذا ماينس 1 بتساوي، حتى اعمل انفرس بدي اخذ الديترمنت، مش هيك؟ ايش الديترمنت تبعت هاي؟ 1 على الديترمنت اس ماينس 1 في اس بلس 1، هاي بتصير بلس 2 ماينس 2، مش هيك هون؟ هلا هاي اللي هي 1 على الديترمنت، الانفرس الانفرس بصير عندنا اس ماينس 1 بصير محله اس بلس 1، وهاي اس ماينس 1، وهدول بضلوا محلهم بس تتغير اشاراته. بعدين هلا هاي بدنا نضربها في بي، بصير عندي اس ماينس اي ماينس 1 في بي. في حاجه احنا نكمل هون، ممكن نحط الترانسفير فانكشن، بس احنا واضح انه خلينا نطلع على هذه من هون. عندي هاي السيستم هلا هون اس بلس 1، خلينا اطلع هاي، عفوا هذه نطلعها من هون، هذه بتصير عندي 1 على اس سكوير ماينس اس بلس اس بيشطبوا بعض، وعندي هون ماينس 1 ماينس 3، فبتصير 1 على اس سكوير ماينس 3 وتساوي على اس ماينس جذر 3 في اس بلس جذر 3. مظبوط هيك الشغل اللي اشتغلته؟ فصار عندي ايش القيم اللي بتعطيني هاي؟ البولز تبعتها اس بتساوي بلس جذر 3 وماينس جذر 3، فهذول لو جيت رسمتهم هون 1.73 راديانس بير سكند وماينس 1.73 راديانس بير سكند، فالسيستم انستيبل. هلا هذا مشكلته طبعا في الكلاسيكال كنترول، كيف نعمل له ستيبلايزيشن؟ اذا حطيت كي لحالها ما اظنش راح يزبط، لانه هاي بتقعد نفس المسافه عن هاي، فلما بدنا نزيد كي راح يضرب هون يوصل عند الاوريجن وبعدين يطلع مات وما حيكون كافي، بدنا نعمل شيء يسحبه اكثر لهنا. اوكي، واخر شيء اذا بنطلع الترانسفير فانكشن، انا ما طلعتش ترانسفير فانكشن بس ما في حاجه، لانه هاي واضحه انه الايجن فاليوز هون، من الايجن فاليوز واضح انه السيستم انستيبل. الكل فاهم ليش السيستم انستيبل؟